بث تلفزيون البحرين برنامجا خاصا حول انتهاكات حقوق العمال المستمرة في قطر، حيث أكد سياسيون وإعلاميون استمرار الانتهاكات التي يقوم بها النظام القطري بحق العمالة الوافدة في منشآت مونديال كأس العالم 2022. وفي هذا الصدد أشار السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى خلال مداخلة هاتفية إلى رفض العديد من الدول والمنظمات تنظيم قطر لبطولة كأس العالم بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق العمال. الجميع يعلم بأن هناك دول كثيرة يعني لا تؤيد أصلا إقامة هذا المونديال في الدوحة، وهناك اعتراضات كثيرة وشكوك حول كيفية استطاعة قطر أن تحصل على هذا الإنجاز. فهذا طبعا ليس من مصلحة قطر بأن تقوم هذه العمالة بإيضاح الوضع القانوني الصحيح المزري للعمالة الوافدة. هناك كان تقرير في صحيفة الغارديان البريطانية في 20 مارس 2021، تقرير مذهب عن أوضاع حقوق الإنسان وكم عامل توفوا خلال منذ أن انتخبت قطر في قبل 10 سنوات لاستضافة كأس العالم 2022. فالصورة توضح بأن هناك العدد أكثر